اللي هو الخط ديال التنميه، الخط ديال اننا يكون عندنا حقوق، يعني كل واحد يعني تكون مكتسبه، ما نبقاوش دائما كنقلبوا عليها، فهي يعني تكون من الامور اللي كما كنقولوا الفرنسيه اين، يعني شي حاجه اللي خاصها تكون طبيعي عند الانسان. حنا باقي كيتسنانا واحد العمل كبير، ما تبخسوش هذا العمل اللي كيدير، يعني العمل ديال الجمعيات، العمل الجمعوي، الانشطه، اللقاءات، فهو تكوين حقيقي وتكوين ميداني. حنا نقدروا نقول لكم يمكن كاملين، يعني هذو اللي كتشوفوا السي القدوري يعني بالخبره ديالو في الميدان، اخوان كامل اجرامي سيدي لالي القاز عصام، فكاملين بدينا وباقي ماشي بدينا، يعني باقي اللي كنا كنشوفوا هو الاصل هو العمل الجمعوي، هما الجمعيات والدور اللي كدير الجمعيات في المجتمع، فهي كتبقى دائما هي ديك الحلقه القويه، هذيك الحلقه اللي ما كتموتش ما كتبدلش، بل فقط كنبقاو كنعشوها يعني بدماء جديده، بافكار جديده، بمكتسبات جديده، بناس اللي عندهم يعني ابداع اخر، باش كنحاولوا ما امكن كنخليوها تطور مع التطور ديال المجتمع، مع التطور ديال البنيه ديال المجتمع كامل، مع التطور ديال العالم، وكنحاولوا نقويوها. وربما اليوم هي اكبر قوه اللي كنقول لكم، يعني حتى في العالم اللي كتحكم العالم هو الدور اللي كيديروه المنظمات غير الحكوميه، ولا كما كنسميوه حنا عندنا المجتمع المدني، لان هو كيكون كيعطي من وقته. نقدروا نخليو حنايا مثلا كاع الدور ديال السياسه وكذا، لان داكشي دستور قوانين حنا مجبرين نديروه باش نحركوا العجله ديال التنميه في البلاد، ولكن المجتمع المدني حتى حنا مجبرين نديروه، هو كيدار بالاراده، كيدار بالخاطر، والاراده والخاطر والعزيمه هو اللي كتعبروا عليه اليوم، انكم مجتمع اليوم باش انكم تقويوا هذا العمل ويزيد القدام. فاحنا اللي علينا دائما كندعموه، اللي علينا دائما نكونوا معاه، لان عارفين هو المستقبل ديال البلاد. هذا الشباب المتنوع المليء بالحماس والمدفوع بالنيات الحسنه والطيبه، جمعيه مغاربه بلا حدود تؤلف بين الأجيال وتصنع منها نسيجا، الهدف منه هو كما قالت الأستاذة هو دعم دور الدولة في المجال الاجتماعي الاقتصادي والثقافي والفني لما لا. فالجمعية تنطلق من يجمعها الخير الذي يجمعها هو مغاربة وتمغربيت كيف كنسمى، فتمغربيت هي اللي كتجمعنا أينما كنا عبر أنحاء العالم. فهذه الجمعية توحد الجهود وتحاول أن تبتكر، تحاول أن تجدد، تحاول أن تعطي تخلق الفارق على الساحة. الجمعية لديها لحد الآن مجموعة من الفروع، وأزف إليكم خبر إنشاء فرع الأسبوع المنفرد بفرنسا برئاسة بوربون بوردو بمدينة بوردو برئاسة الأستاذ محسن الأبيض، وبحضور مجموعة من الأساتذة ضمنهم الأستاذ خليل الذي منعته ظروفه الصحية من الحضور اليوم. جمعية مغاربة بلا حدود قامت بمجموعة من المشاريع، آخرها كانت القافلة التضامنية إلى مدينة خنفرة، واللي كانت تحت شعار العطاء رغم الوباء، فهو تحدي وقد نجحت في هذا التحدي، بحيث أنها كانت قافلة طبية، قافلة تضامنية، وقافلة بيئية. أكثر من مجرد خبر.